نعم السادة المستمعين لبرنامج نهش التريبيونال مع فتحي الهداوي على إيفام واللي نفوسهم رهيفة أنه البرنامج يمكن يتضمن وصف لوقائع صادمة ونزيد نوصيهم ما يكونوش مصحوبين بالأطفال أثناء الاستماع. نهش التريبيونال على إيفام أحلى غاديو. اليوم قضيتنا استخباراتية بامتياز من أقوى وأخبث ما صار في عالم الجوسسة. باش نعيشكم معايا تفاصيل قصة أنا بيدي ما كنتش متوقع أحداثها ونهايتها. كل مرة تصير فيها غريبة وكل مرة نكتشفوا حاجة ما يتصورهاش العقل. هاول وين تنجم توصل أقوى أجهزة الجوسسة والمخابرات في العالم؟ عام 1960 وبعد نهاية الحرب العالمية تقريبا ب15 سنة تفاجأت المخابرات الأمريكية أنه فما دبلوماسي أمريكي ضربته كرهبة ومات. توا يقول القائل الرجل توفى لا يرحمه. يا ناس تموت في حوادث، إيه شنو الغريب في الحكاية؟ ما هو كيف وكيف غيره، الله يرحمهم الكل ويحسن لهم. في نفس الفترة المخابرات الأمريكية تلوج على مهندس كندي من أصل روسي اختفى في ظروف غامضة من كندا، وكان وقتها يخدم على تطوير جهاز تنصت جديد لسلاح الطيران والسفن الحربية. أما المشكل أنه في نفس الوقت اللي اختفى فيه المهندس هذا فما مهندس آخر كندي تقتل، أما الكندي هذا من أصل ألماني مش من أصل روسي. ونركزوا مليح على أصله الألماني. وقتها السيد كان يطور في أسلحة كيميائية تابعة للجيش الأمريكي، يعني السلاح كان أمريكي أما يتصنع في كندا. هذا الكل صار في مدة قصيرة. المخابرات الأمريكية وقتها عملت المستحيل باش تعرف شنو اللي قاعد يصير في كندا. ضربة ضربتين والمهندسين قاعدين يموتوا، العباد هذه كيفاش قاعدة تموت؟ والدبلوماسي وين مشى؟ وكيفاش المهندس الآخر اختفى؟ وفي وقت قصير الأمريكان اكتشفوا حاجة غريبة. ما هو ساعات يقول لك كيد النساء كيدين. اكتشفوا اللي فما طفلة بريطانية على علاقة بيهم لكل فرد وقت. ضحكت على خاطر قلت شلم الحابل بالنابل. الثلاثة كان كل واحد فيهم يخدم في حاجة وما عندهم حتى علاقة ببعضهم. واحد في الخارجية، واحد في الاتصالات والتجسس، وواحد في تطوير السلاح الكيميائي. شنو العلاقة؟ والسؤال اللي يدور في بالك انت توا اللي تسمع فيها، كيفاش هالطفلة هذه كانت على علاقة بهم الكل ولا فيهم واحد شلق بها؟ ونزيدكم زيادة اللي بخلاف العلاقات هذه كل الطفلة بتبعتها كانت على علاقة بضابط مخابرات كندي. أما شنو علاقة التخلويضة هذه بالملابس الداخلية؟ الحق اللي باش نحكيه لكم شيء من وراء العقل. خلينا نبدأ من الأول. في نهار من نهارات 1958، يعني قبل اللي نحكي لكم فيه هذا بعامين بالضبط، ماضي ساعتين متاع الليل وبعيد برشا على الساحل الشرقي لانجلترا وفي قلب البحر، تظهر غواصة مش رافعة حتى علم. وباش تبداو متخيلين المشهد معايا بالضبط، مظهر منها كان الباب فوق الماء وطلعوا منه زوز غواصين. مشهد كما في الأفلام، أما المرة هذه حقيقة. هبطوا في البحر وبداو يعوموا حتى قربوا من الشط، تقريبا كانوا على بعد 100 متر. وقفوا وقعدوا يستناو في إشارة من وراء الصخر اللي كان على الشط. جات الإشارة، لامب باتري شعلت 3 مرات في جرة بعضهم، وبعد ثواني شعل الضوء مرة رابعة، وزاد شوية شعل المرة، وبعد شعل 3 مرات ورا بعضهم، يعني الإشارة وعكسها. وهنا مشى غواص للشط والآخر رجع للغواصة، ودوب ما تخللها غطست في الماء واختفت. فص ملح وذاب من غير حتى إشارة. الغواص اللي مشى للشط دوب ما وصل للسيد اللي كان يوجه له في الإشارات نزع لبست الغطس، وسبحان ربي اش خلق وصور. طلعت امرأة، تبارك الرحمن،
آية في الجمال. مرأة مزيانة برشا لدرجة أنه السيد اللي كان يستنى فيها على الشط دخل البعض ومعرفش شي يعمل. الطفلة عاد وقت اللي شافته مراوج عيطت عليه وقتله يلا الطريق وين الطريق. هنا من الواضح اللي هو كان مكلف توصيلها من نقطة آ لنقطة ب. فاق الرجل وصح صح ووصلها لوين يلزمها تمشي. والسؤال هنا شنية الحكاية؟ لوين وصلها؟ شكوني هذه أصلا؟ والغواصة تابعة لنا جهاز مخابرات، والطفلة شماشية تعمل في بريطانيا إذا حكايتنا في كندا وأمريكا؟ الطفلة هذه جاسوسة سوفيتية واسمها تانيا ماكوفينا راديوناسكا. استعملت اسم آخر في عمليتها ضد المخابرات الأمريكية في كندا واللي هو إيلين إستيمان. إيلين مرأة مزيانة برشا وتدربت في مدارس المخابرات السوفيتية، وتعرفوا أن المدارس السوفيتية هي من أقوى مدارس المخابرات في العالم. وصلت لإنجلترا في الغواصة كما قلت لكم قبيلة شوية، ومشيت لندرا وهبطت على أساس أنها طفلة من الريف البريطاني، وسبب سفرها لندرا كان باش تلوش خدمة على أساس أنها طفلة وحيدة ومقطوعة من شجرة وما عندها كان خالتها تعيش في كندا. في مدة قصيرة إلي لقات خدمة رغم اللي ما هيش عملية سهلة بالنسبة للأجنبي، أما على خاطر في التدريب متاعها حافظت مليح عادات الإنجليز وولات إنجليزية على حالها، وزيد الأهم من هذا كل ما ننساوش اللي هي مرأة مزيانة برشا، وشكون ما يخدمش عنده واحدة كيفها. لما حالها هي زادة ما كانتش ملايكة، كانت حالة الباب للعلاقات وأي واحد يقربها ما ترفزوش، أما بعد مدة الكلهم يقطعوا علاقتهم بها. ترى تصوروا معايا علاش. قال لك الطفلة باردة برشا، على طول ساكتة وجابدة روحها، لا تحب تضحك ولا تحب تفدلك. أما علاش لعبت الدور هذا وخلتهم ياخذوا عليها الفكرة هذه؟ الحقيقة الحكاية ما كانتش بريئة برشا، كانت تعمل هكا بالعاني باش تفهم العباد اللي دايرين بها اللي هي الطفلة مش محبوبة. باش وقت اللي تقرر تهجم لندرا وتسافر زعمة لخالتها كندا، يبداو الناس فاهمين هي علاش مشات الغادي، على خاطرها مسكينة تحس بالوحدة وما نجحتش في علاقاتها في لندرا، والعيشة ما ولمتهاش في انجلترا. نعرف انت اللي تسمع في الحكاية راك تتسائل على علاقة هذا كل بالمخابرات الامريكية، هاو مش نفسر لك. توا انت كيف تمشي تخطب واحدة مش داركم يسألوك على عائلتك؟ وكي تقول لهم ما عنديش عائلة ومقطوع من شجرة يقرأوا فيك الخير زعمة ولا يشكوا فيك وما يتمانوش؟ هذا مثال بسيط على طريقة زرع الجواسيس. لازم البلاصة اللي باش تقوم فيها بالنشاط التجسسي يكون معروف فيها أصلك وفصلك، حتى ولو أصلك وفصلك هذم كذب وتأليف. لازم وقت اللي دوائر الأمن في البلاد اللي موجود فيها الجاسوس تسأل عليه شكون ومنين جاي يلقاو أثر، ويبدأ فما تفسير منطقي وحقيقي للأصل متاع الجواسيس. المهم حاجة تثبت اللي كلامه صحيح حتى ولو كان غلط. وحديثنا قياس على إيلين الجاسوسة، لازم كيف تسافر لكندا والمخابرات الأمريكية ولا الكندية تبدأ تسأل شكوني هذه، لازم تبدأ معروفة اللي هي جاية من بريطانيا، ووقت اللي يمشيوا يسألوا عليها في بريطانيا يتأكدوا بالحق اللي هي طفلة أنجليزية وكانت عايشة في الريف الأنجليزي ومن بعد مشيت لندرا باش تلقى خدمة. يعني ريتو الفيلم هذا كل يلزم يكون مطبوخ مليح بالأوراق اللي تثبت الهوية والشخصيات اللي دايرة بها، وما لازم حتى جهة تشك لحظة واحدة اللي هذاك الكل مضروب ومدلس. المهم الطفلة إيلين خدمت بالحق في لندرا في حوانت متاع ملابس داخلية متاع نساء، أصحاب المحلات هذه شاهدين، وحتى أصحابها من بعد باش يقولوا نفس الكلام وقت التحقيق مع الدوائر الأمريكية والكندية اللي هي مكلفة باش تقوم بعملية ضدهم. مهم إيلين بعد ما ودعت أصحابها في لندرا ودمعتها على خدها سافرت لمونريال. أما علاش مونريال بالذات؟ على خاطر خالتها عايشة غادي، ما وتتفكر بالطبيعة هي لا هي خالتها ولا تقرب لها أصلا. أما اللي ضرب لها الأوراق باش ولت اسمها إيلين وردها أنجليزية، مش صعيب عليه يعمل لها خالة في كندا. هي من المخابرات الأمريكية والكندية مش باش يفوتها تفصيل كيف هذا. توا هي خالتها هذه اللي حطولها اسم الله أعلم بيه شنو، مش ينجموا حلو الكتاب على اسمها واكتشفوا اللي هي ما عندها حتى علاقة بها لا من قريب ولا من بعيد؟ لهنا
باش ننبهكم الحاجة، المخابرات السوفيتية اللي بعثت إيلين ما عندهمش كان هي بركة جاسوسة في كندا. دوب ما وصلت إيلين كلمت 4 عملاء جوسسة ديجا موجودين غادي ومزروعين عندهم مدة وتابعين للجهاز السوفيتي هما زادة. أما شكونهم وش كانوا يخدموا؟ واحدة طبيب في سبيطار كبير في مونريال، وواحدة أخرى تخدم في بيروات التشغيل، والثالث يخدم في بورت مونريال، والرابع كان بطل كندا في لعبة السكواتش. إيه توا الخدام في البورت واللي تخدم في بيرو التشغيل سهل يتم تجنيدهم بحكم حاجتهم الماسة للفلوس. أما الطبيب والبطل متاع سكواتش علاش قبلوا أنهم يكونوا جواسيس؟ الإجابة بسيطة، فما برشة طرق تغري الأشخاص باش يخدموا في الجوسسة ومش كان الفلوس. أما مش هذا موضوعنا، علاش نحكيت لكم على خدمتهم؟ باش نفسر لكم اللي أي شخص ينجم يكون جاسوس مهما كانت خدمته وش يعمل في دنيته. يعني خالتها بتاع كندا اللي هي أصلا ما هيش خالتها، المخابرات السوفيتية هي اللي ضربت لها أوراقها في كندا باش ولات تقرب للجاسوسة إلهن. تنجم تكون هي أصلا متعاونة مع نفس المخابرات وتخدم لصالحها. المهم كما قلت لكم، دوما وصلت إيلين للندرة خدمت في بوتيك متاع ملابس داخلية وعرفت فيه بار شعبان. كانت خدامة والكليونات استانسوا بها واستلطفوها على خاطر كانت من الخزرة برك تفهم الكليونت شنو اللي تحب بالضبط. يا سيدي ما نطولش عليكم الهدرة، في مونريال حلت إيلين بوتيك وخدمت نفس القلم ملابس داخلية متاع نساء، وعاونتها زعمة خالتها اللي في كندا باش تبدأ المشروع. وفي مدة قصيرة الكليونات كثروا والمحل متاعها ولا يعبي ويفرغ. وهنا بدأت اللعبة. في العادة النساء يحبوا الحديث برشا بينات بعضهم كما صار مع إيلين في بوتيك الحوايج، ولا الكليونات يرتاحوا لها ويحكيوا لها على مشاكلهم. أما اللي ما تعرفوش اللي إيلين حلت البوتيك لسبب واحد، كانت تصطاد بيه في الناس اللي تنجم تردهم جواسيس لصالح الاتحاد السوفيتي. ما ونسا كيف يحكيوا معاها ويتعودوا عليها ويستثيقوها، يبدأوا يعطيها أسرار رجالهم، منهم واحدة رجلها يخدم مدير في معمل كبير برشا وعمل علاقة مع السكرتيرة متاعو، وكان يوخر بعد الخدمة باش يروح للدار. كيف تسألوا شبيك ما عادش تحب تقربني وشبيك تبدلت، يقول لها راني لاهي في مشروع مهم برشا تابع الجيش وهو اللي مخولي وقتي كل هالأيامات. إيلين دوب ما سمعت كلمة الجيش قالت هذا هو اللي لوج عليه. تخيل معايا، تبدأ مدير مشروع تطوير سلاح متاع دولة مهمة كما أمريكي على أراضي دولة كما كندا، ونهار اللي طيحوك تطيح في جرة سواري نوم متاع نساء. بالطبيعة إيلين مازالت ما تعرف عليه شيء، أما أول حاجة يعملها الجاسوس باش يجند عميل هي الإغراء، تعرض عليه الفلوس، خدمات جنسية. أما رد بالك كان مش مستحق وعينه طلعت مليانة، تبدأ تلوج على طريقة أخرى تحصلوا بها، وفي أغلب الأحيان لازمها تكون ابتزاز. ونعرفوا اللي الواحد ما ينجم يبتز حد كان ما يبدأ شد عليه حاجة ولا زلة ولا دوسي. عاد إيلين وهي تحكي مع المرأة مرته سألتها على اسمه، وطلع أصله ألماني، اسمه فريدريك هاينريج. ايش هو المشكل يطلع الماني ولا ياباني واحنا مالنا وماله؟ قال الرجل. ما ننساوش الكلام هذايا بعد 15 سنة كهو من الحرب العالمية الثانية، ووقتها فما برشا ضباط وعلماء ألمان هربوا لدول أخرى. الجاسوسة بالوقت بعثت المعلومات اللي عندها عليه للمخابرات السوفيتية باش تعرف أصله وفصله فاش يعمل بالحق، والرد لكان لا على البال ولا على الخاطر. السيد طلع ما اسموش فريدريك هاينريش، اسمه الحقاني هانز فولر، وبوه كان ضابط ألماني في معسكرات الاعتقال. هانز فولر بيدو كان عضو في منظمة شبه عسكرية تابعة للحزب النازي، والمعلومة هذه كفيلة كانت عرفت باش يقتلوه ويرميوا لحمه للكلاب. المهم تطورت العلاقة بين مرت السيد هذا وإيلين الجاسوسة، وولات تستدنها لدارها وقربت الرجلها.
أما من بعد قالت للمخابرات السوفيتية اللي هو بيعم قطع وما يصلحش للتجنيد على خاطر عنده ولاء كبير كندا ويعتبرها البلاد اللي منعته واحتوته. أما السوفيت كان عندهم رأي آخر وأصروا باش يجندوه. المهم قالوا الإيلين اللي يلزم تصارحوا بالحقيقة وتقولوا اللي هي تابعة لجهاز المخابرات السوفيتي وتحطوا قدام حلين، يا يمشي معهم في الخط يولي حتى هو جاسوس وإلا تفضحوا. وتعرفوا عاد إذا شموا عليه ريحة الألمان يصفروا له بروحه. رغم هذا الجاسوسة ما كانتش مع فكرة المصارحة المباشرة واجتهدت وحدها. هي ماي من وقت اللي ولت تمشي حذيهم عرفت اللي عندهم مرأة تخدم في الدار أصلها من المكسيك، وسبحان ربي بنتها تضربها كرهبة وتموت. روحت لها من كندا للمكسيك تجري وقعدت الدار من غير بون. بالطبيعة هانز شكون باش يكلم باش يجيب واحدة أخرى في بلاستها؟ بيرو من بيروات التشغيل، والبيرو يبعث له شكون؟ العميلة السوفيتية اللي قلت لكم عليها في أول الحلقة واللي تخدم في مكاتب التشغيل هذية، يعني اللي دبر الحادث متاع بنت المرأة المكسيكية اللي تخدم عند العائلة، هي المخابرات السوفيتية بطلب من إيلين. هذا الكل باش يزرعوا جاسوسة تعيش معاهم في الدار وتكون هي اللي تطيب وتتعدى عليها الماكلة والشراب متاع الدار الكل، ويولي سهل اغتيال فريدريك في أي لحظة إذا رفض التجنيد وحب يفضحهم. والاغتيال هنا يكون عن طريق السم في الماكلة حشا من يتصنت باش يموت ويموت السر معاه. قابلت إيلين فريدريك وعرضت عليه الخدمة في المخابرات السوفيتية وقالت له اللي هي تعرف عليه كل شيء، تعرف اللي هو ألماني وش كان ينشط غادي وبوها اش كان يعمل. فريدريك رفض قطعي التعاون مع إيلين، ولا يسيح ويعيط ويقول لها منين جاك شي هذا ومنين تعرفه انت؟ ورجع سيخينا لداره، داره اللي فيها البون الجديدة زميلة إيلين وتابع للمخابرات السوفيتية. ودوم ما دخل قال لها تجيب له كاس ويسكي. كان قاعد في بيرو غاتس يكتب في ورقة. دريج من زمان كان عنده كاس الويسكي، ودريج آخر أصبح الرجل في عداد الموتى. توكل ومشيت لخديمة بدلت الكاس اللي كان فيه السم بكاس آخر نظيف، وقامت تصيح وتعيط، فزعت الدار الكل، وجات مرته تجري وتولول. المهم الراجل كلب تحت عليه فطيرة، مات لا شافو حد لا سمع بيه حد خلاف عائلته. أما قعدت حاجة، الورقة اللي كان يكتب فيها قبل ما يموت وينه؟ الورقة تعطات لإيلين، ودوب ما قرات شنو كان مكتوب فيها تأكدت اللي هي منعت من بغاز كبير، على خاطر السيد كان يكتب في شنو صار بيناتهم بالحرف باش يعطيها لعروفاته في مشروع تطوير السلاح اللي يخدم عليه. هذا الأول اللي ارتاحت منه المخابرات السوفيتية. مازال الثاني اللي تخللها مرة هو ومرته للبوتيك باش ياخذوا ملابس داخلية كالعادة. من كلمة لكلمة طلع رجلها يخدم في الجيش الكندي. قلت لها اللي هما باش يعملوا حفلة في الليل على خاطر الترقى، وقالت اللي هو اخترع حاجة حتى حد ما نجم يعملها قبله. أما توا وانت تسمع فيا راك تقول يا أخي ما يدخلوا لها البوتيك هذه كان الناس اللي باش تتجند للجوسسة؟ بالطبيعة لا، على خاطر الحكاية هذه صارت على مدار شهور، والزوز كوبلوات اللي حكيت لكم عليهم هما أربعة من بين ألاف الناس اللي دخلوا للبوتيك. يعني المخابرات السوفيتية تلوج على الناس تخدم معهم عن طريق إيلين، واللي يرفض الخدمة يموت. هذا باختصار شنو اللي جرى. المهم الكوبل وقت اللي دخلوا للمحل وحكت لها المرأة على الليلة اللي تحب تعديها مع راجلها على خاطر ترقى، إيلين عملت فازة ذكية، جيت للطايم تاعها وقلت لها ما عادش موجود منه، أما عملت لهم جيست صغير وعدتهم باش توصل لهم غدوة الكماندة فيها الطايم تاع المرأة وبلاش زادة. استأنسوها وقربوها منهم وولاو يستدعوا فيها للسهريات والخروج والعشوات، عرفوا على أصحابه. ولا أصلا الراجل يحكي له على خدمته وعلى مشروعه اللي تفاهم عليه مع الجيش الكندي، اللي هو عبارة على تطوير أجهزة تنصت على الطيارات والسفن الحربية. وهذا بالذات المخابرات السوفيتية ما اقترحتش على إيلين أنه يخدم معها، أما طلبت منها
باش تبعثهولهم بحشيشو وبريشو في كونتينر متاع السلعة. هذاك علاش يقولوا اختفى وما يعرفوش عليه وين مشى، وهو نفسه الشخص اللي حكيت لكم عليه في أول الحلقة. المخابرات السوفيتية إذا كان السيد رفض يتعامل معهم باش تضطر تقتله، أما لا حاشتها بيه وبمخه باش يخدم للسوفيات، وهذاك علاش خطفوه باش يجبروه يخدم معهم. تقريبا القصص اللي تورطت فيهم إيلين كل متشابهين. اللي ما يستجيبش للتجنيد السوفيتي يموت، والبوتيك متاع الحواج الداخلية كان هو المصيدة. قضية اليوم من برنامج نهج التريبيونال، نص ياسمين بن نور.